بقول لأردوغان شو بدك فينا؟ إيش سوينا؟ يعني نحن شعب كردي شعب مسالم ما بدنا شيء منك، بدنا بس كل شيء نرجع على بيوتنا عفرين عارضنا عبلدنا. شو بده فينا؟ شو سوينا له؟ يعني نحن شعب مسالم ما سوينا شيء، كل شيء سوينا بدنا أرضنا، بدنا حريتنا، بدنا كرامتنا، ما بدنا شيء، بدنا يطلع المرتزقة من بيوتنا ونرجع بيوتنا. نحن اليوم بتل رفعت والقرى المجاورة لتل رفعت نقف وقفة احتجاجية ضد العدوان التركي على بلدنا تل رفعت وعلى سوريا كاملة. لقد أسقطنا المشروع الإخواني على مدار 10 سنوات الذي قاده أردوغان وأتباعه، ونحن اليوم في المنطقة وقفة احتجاجية عارمة ليرى العالم أجمع أننا شعب واحد في سوريا، وأننا ماضون خلف قيادتنا الحكيمة لتحرير كل شبر من أرض هذا الوطن.